اللي في الصورة دي طفلة مصرية اسمها فجر أسامة، عندها 12 سنة، اتظلمت وماتت موتة صعبة جدا، والأصعب الشخص اللي كان سبب في موتها، واحدة من أهم ملفات البحث الجنائي. 2019 تبدأ قصة فجر أسامة، وهي من عيلة متوسطة مقيمة في محافظة الجيزة. الأب اسمه أسامة والأم اسمها عبير، وعندهم طفلين محمد وفجر. بتحصل مشكلة في السباكة في البيت، فالأم بتقرر إنها هتكلم سباك علشان يجي يصلح العطل اللي حصل في السباكة، ولأن الأب أسامة شغال مندوب مبيعات، فكان الأب معظم الوقت برا البيت شغال، وكانت الأم هي اللي في انتظار السباك، والسباك وصل البيت واسمه عيد بخيت. عيد في الأصل شغال سباك، لكن هو معروف في المنطقة إنه له في السحر والدجل، وبيقول على نفسه دايما إنه يقدر يعرف إن الإنسان ده عليه جن أو معمول له عمل. عيد بخيت وصل على البيت وطلع على فوق علشان يصلح المشكلة اللي موجودة، لكنه قال لعبير إن شكلها مش مظبوط، وإنه حاسس ومتأكد إن حد عامل لها عمل أو إن عليها جن. ومن هنا كانت الدخلة الطبيعية لعيد بخيت مع معظم الستات اللي بيتعامل معاه، والدخلة دي غالبا بتنجح، دايما بيقول لهم ان شكلهم معمل لهم سحر او عليهم عمل، وهو يقدر بمنتهى البساطه انه يعالج كل اعراض السحر وانه يتخلص منه تماما. وعيد عرف يقنع الام عبير بكل الكلام اللي بيقوله، لحد ما عبير بدات تحكي له عن كل مشاكلها في الحياه، وكانت بتقول له ان عندها مشاكل في البيت، وانها مش مرتاحه، وعندها خلافات مع جوزها اسامه، وان كمان عندهم مشاكل ماديه كتيره. عيد بخيت السباك اقنع عبير ان كل اللي هي حاسه بيه ده نتيجه السحر، وان حد عمل لها عمل الهدف منه ان هو يبوظ لها حياتها، وبدأ يقنعها ان هو هيخرج لها السحر ده من حياتها تماما، وان هو هيبطل مفعول العمل. وبعدها عيد قعد لفترة طويلة يتواصل يوميا مع عبير بالتليفون، وكل شوية يطلب منها معلومات اكتر علشان يعرف يعالجها من السحر اللي هي فيه. وبعد شهر من المكالمات المستمرة، عيد بخيت اعترف لعبير انه بيحبها، وعبير مجرد ما عيد قال لها كده اعترفت له هي كمان انها ارتحت له وانها حبته، واتفقوا ان هم يشوفوا بعض. وبقى عيد يطلع لها البيت ما بين الفترة والتانية بحجة انه بيصلح السباكة. وفضلت علاقة عيد بعبير لمدة سنة كاملة ومفيش حد عارف خالص. وخلال الفترة دي كانت علاقة عيد كمان بالاولاد قوية جدا، وعيد طلب من عبير انها تتخلص من جوزها اسامة وتطلب منه الطلاق، وان هو هيتجوزها ويتكفل بكل المصاريف وكمان هيرعى الاولاد. بدأت عبير تفكر في اللي قاله لها كويس جدا، ولكن بعد اسبوع اتصلت بيه وقالت له انها مش هتقدر تنفذ اللي هو بيطلبه، وانها عايزه تنهي العلاقه اللي بينهم، وانها هتستمر في جوازها من اسامه وهتراعي اولادها الاثنين وهي قاعده في البيت. وطلبت منه ان هو ما يتصلش بيها تاني وما يجيلهاش على البيت تاني خالص. عيد بخيت اول ما سمع منها كده اتعصب جدا، وبدا يطلب منها ان هو يشوفها ضروري، وهي كانت دايما بترفض. لكن في الاخر بدا يهددها ان هو هيقول للناس انه كان على علاقه غير شرعيه معاها، وانه هينتقم منها في بنتها فجر. عبير لما سمعت منه التهديد ده قالت ان دي مجرد عصبية، وان مفيش اي حاجة ممكن تحصل. وخلال الفترة دي اللي استمرت اكتر من سنة، الزوج اسامة ما كانش عارف اي حاجة، وما كانش حاسس باي حاجة غريبة بتحصل، لان تردد عيد بخيت على البيت بحجة تصليح السباكة بالنسبة لاي شخص ممكن يكون عادي. وبالمناسبة مدة جواز عبير واسامة كانت ساعتها عدت 21 سنة. وفي سنة 2020 البنت الصغيرة فجر اللي عندها 12 سنة نزلت من البيت علشان تشتري حاجة من السوبر ماركت، وهو ده الكلام اللي قالته الأم لجوزها ساعتها، لأن جوزها رجع من الشغل متأخر شوية وسأل على بنته فجر لكنه ما لقاهاش في البيت. فساعتها عبير قالت له إن بنتها نزلت السوبر ماركت علشان تشتري حاجات، وإنها اتأخرت شوية فاحتمال تكون بتلعب مع أصحابها في الشارع، لحد ما جت الساعة 7 بالليل. أسامة بدأ يحس بقلق جامد جدا على بنته فجر، فنزل يدور عليها نفسه في الشارع. وخلال ساعة كان مر على كل المحلات وعلى كل اصحابها، وكلهم قالوا ان هما ما شافوهاش خالص. وبعد ساعة اسامة كلم اخوه وقال له ان فجر بنته مختفية وانه مش لاقيها خالص. اخوه جاله قعد يدور معاه شوية، ولما فقدوا الامل طلعوا على اسم الشرطة القريب ليهم، وعملوا بلاغ ان بنته فجر مختفية من الصبح ومحدش يعرف عنها اي حاجة. كل ده والام مش باين عليها اي حاجة، ولا
ولا حتى واضح عليها علامات الخوف والقلق. كان عندها حالة من البرود الشديد جدا، وكأن بنتها مش مختفية، وكأن مفيش أي حاجة خالص حصلت. وكانت ساعتها مصرة على نفس كلامها إنها طلبت من بنتها فجر إنها تنزل تشتري حاجات من السوبر ماركت. وبعد كتابة المحضر رجال الأمن اتحركوا على مكان السكن الخاص بالطفلة فجر علشان يسألوا الشهود أو يحاولوا يلاقوا أي معلومة تقدر تساعدهم في إن هم يلاقوا الطفلة فجر. فاكتشفوا وجود كاميرات مراقبة موجودة في الشارع، فطلبوا تفريغ الكاميرات دي علشان يعرفوا ايه اللي حصل. المفاجأة ان كاميرات المراقبة ظهرت التالي، ان الطفلة فجر فعلا نزلت الساعة 12 الظهر، لكنها اول ما نزلت كان في توك توك راكن قدام البيت، والطفلة فجر دخلت سلمت على الشخص اللي سايق التوك توك وكأنها عارفاه كويس جدا، فاستغربوا التصرف ده. النقطة التانية ان كاميرات المراقبة كانت موضحة كويس جدا وش الشخص اللي كان سايق التوك توك ده. قوات الامن استدعت الاب والام علشان يعرضوا عليهم الفيديو الخاص بكاميرات المراقبة، لان الامن توقع ان سواق التوك توك ده غالبا الاهل عارفينه. واول ما وصل الاب والام لمقر التحقيقات فرجوهم على الفيديوهات الخاصة بكاميرات المراقبة. الاب قال انه ما يعرفوش تماما، والام بدأ يظهر عليها التوتر والقلق. وهنا رجال المباحث بدأوا يحسوا ان في حاجة غريبة بتحصل وغالبا متعلقة بالام، فطلبوا من الزوج ان هو ينتظر بره وانه يتم التحقيق مع الزوجة بشكل منفرد. وده لان الام اتعرفت على سواق التوك توك واول ما شافته قالت ان ده السباك اللي اسمه عيد بخيت، وان كان بيجي لها البيت علشان يصلح السباكة، لكنها مستغربة هو ليه راكب التوك توك. لكن علامات التوتر والقلق اللي كانت ظاهرة على الام، بدأ رجال الامن يسألوا الزوجة عن اسباب التوتر اللي هي فيه. واول ما سألوها اعترفت على طول انها كانت على علاقة غير شرعية بعيد بخيت، وان لما حصل بينهم خلافات هو حددها ان هو هينتقم منها، ولكن هينتقم في بنتها، لكنها ما توقعتش ابدا ان ممكن يعمل كده بجد. وفي التحقيقات كمان الام غيرت اقوالها الاولى، طلع ان الطفلة فجر اصلا ما كانتش نازلة السوبر ماركت تشتري حاجات. اللي حصل في اليوم ده ان عيد اتصل على عبير وقال لها ان هو جايب تليفون محمول هدية لبنتها فجر، وان هو طلب من فجر انها تنزل علشان تاخد منه التليفون. وبرغم ان الام عارفة انه عيد مهددها بالانتقام في بنتها، لانها ما كانش عندها اي مشكلة خالص ان البنت تنزل تقابل عيد. ومجرد ما البنت نزلت كانت الام بتبص من الشباك وشافت البنت وهي بتركب التوك توك مع عيد بخيت. قوات الامن اتحركت بسرعة علشان تقبض على عيد بخيت المتهم الرئيسي في اختفاء الطفلة فجر. وكان لحد اللحظة دي من التحقيقات بيتقال اختفاء مش قتل، لان كل اللي هنعرفه في اللي جاي انتقام صعب جدا. اللي حصل انه اول ما تم القبض على عيد بخيت ادعى في الاول ان هو تعرض للضرب، وان اهله نقلوه على مستشفى القصر العيني علشان يتعالج، وده في نفس يوم اختفاء الطفلة فجر. لكن رجال الامن لما طبقوا اقواله مع التوقيتات اللي دخل فيها المستشفى لقوها مختلفة تماما، وبدأوا يضيقوا التحقيقات على عيد بخيت لحد ما اعترف بكل حاجة. عيد فعلا قرر ان هو هينتقم من الام في طفلتها فجر. ففي اليوم ده بعد ما اتصل وقال ان هو جايب لها تليفون محمول هدية، طلب منها انها تنزل علشان تاخده منه. ومجرد ما نزلت لقيته قاعد في التوك توك مستنيها، سلمت عليه فقال لها ان هو نسي التليفون المحمول مع واحد صديقه اسمه سمير، وسمير ده كان شغال في واحد من المخازن الخاصة بالمواد الكيماوية. وسمير كان على علم بالانتقام والخطة اللي كان عاملها عيد، وكان بيساعده في كل خطوة. مجرد ما الطفلة فجر ركبت التوك توك مع عيد واتجهوا على المخزن، اول ما وصلت هناك استقبلها سمير واعتدى عليها سمير وعيد. وبعد ما تم الاعتداء عليها حطوها جوه برميل مليان بمادة كيماوية كاوية. المادة دي عملت إذابة كاملة لجسم الطفلة وما تبقاش منه غير شوية عظم. وبعد ما تأكدوا ان جثتها دابت تماما، خدوا المتبقي من العظم والملابس اللي كانت موجودة وطلعوا على سطح المخزن وولعوا فيه علشان يخفوا كل الأدلة. قوات الامن اتجهت على المخزن وتم القبض على سمير، واكتشفوا في المخزن بواقي من اثر الجسد الخاص بالطفلة فجر وبعض من بقع الدم اللي الطب الشرعي اثبت بعد كده انها تخص الطفلة فجر. تم الحكم بالاعدام على عيد وعلى سمير، وتم رفع قضية زنا من الزوج اسامة على زوجته عبير اللي ما كانش مصدق ان زوجته ممكن تكون بتخونه لمدة سنة مع عيد بخيت، وما كانش مصدق كمان ان ام ممكن تكون مهددة بالانتقام في بنتها وتسيبها تنزل كده عادي تقابل الشخص اللي بيهددها. قضايا
كتير صعبة ممكن نسمع عنها، لكن مفيش أحقر من قضية زي دي في تصرف ممكن يطلع من أم. سلام عليكم.